نظم المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام ورشتي عمل في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، وكذا حول وضع البرامج التدريبية للمكونات العسكرية والشرطية والمدنية بالقوة الإفريقية الجاهزة بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي. إسهاما من وزارة الداخلية في دعم آليات السلم والأمن الأفريقي، نظمت الوزارة بالتنسيق مع منظمة الاتحاد الإفريقي وقدرة إقليم شمال إفريقيا ورشة عمل حول مكافحة الإرهاب والتطرف، وكذا ورشة عمل حول وضع البرامج التدريبية للمكونات العسكرية والشرطية والمدنية بالقوة الأفريقية الجاهزة بإقليم شمال أفريقيا، والتي تعقد سنوياً، وذلك بمقر المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام. نحن اليوم هنا في المركز المصري في إطار تنفيذ حلقة دراسية حول مكافحة الإرهاب. هناك تعاون مشترك وتنسيق جيد منذ فترة مع المركز منذ اعتماده، يعني كمركز تدريب وامتياز على مستوى الاتحاد الأفريقي. موضوع مكافحة الإرهاب ومكافحة التطرف مواضيع من الأشياء التي تهدد في السلم والأمن في القارة. التعامل مع المواضيع هذه بالإثراء والنقاش وتبادل الخبرات أكيد أمر مهم تستفيد منه كل الدول. فائدة هذه الدورة هو اكتساب الخبرات، التشاور بين الأفراد في هذا المجال، وممكن الوصول إلى وضع بعض النقاط أو المفاهيم أو تحديدها في مجال اختصاص نشر السلام ودعم السلام في إفريقيا. ممثلو الدول الأفريقية والمنظمات الإقليمية والدولية المشاركون في ورشتي العمل أثنوا على إمكانات المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام في دعم السلم الأفريقي ودوره في رفع القدرات التدريبية للكوادر المشاركة في هذه المهام، سواء مدنية أو شرطية أو عسكرية. هذه أكثر من مرة نحن ندير دورة في هذه الأكاديمية من أجل أن نحن وجدنا فيها نتائج إيجابية لقدر شمال أفريقيا وللاتحاد الأفريقي. المحاضرين عبارة عن قامات للأمانة لها خبرة جيدة، دكاترة، ضباط في جهات مختلفة في الدولة المصرية لهم علاقة بالموضوع، شيء في تبادل الخبرات وفي إضافة بإذن الله يا رب. ومنذ اعتماد إقليم قدرة شمال إفريقيا للمركز وتتوالى الدورات وورش العمل التدريبية التي تعقد به، مستغلة إمكاناته التقنية واللوجستية لضمان مشاركات إفريقية أكثر فاعلية في منظومة السلام الدولية والإقليمية. Want to extend my appreciation to the Egyptian Peace Operations Training Center for having extended an invitation to us to be part of this very important activity, which is interrogating, combating terrorism. Cet atelier est d'une très grande importance pour que la force africaine en entente, qui serait un instrument assez important pour les opérations de soutien de la paix. على هامش ورشتي العمل تم تنظيم زيارة للمشاركين فيها لمنشآت وكيانات أكاديمية الشرطة، وتعرفوا على دورها في إعداد الكوادر الأمنية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، واطلعوا على البرامج التدريبية المتطورة المطبقة لإعداد هذه الكوادر وفقا لأحدث نظم الإعداد والتدريب العالمية. Of course the knowledge that we have gained from Egypt, the good lessons learned, and the marvelous infrastructure Egypt has really invested, it is commendable. This has been very important, and you can see it is very useful, and the agenda that is putting forward is very new, informative, and we exchange a number of issues that some are not traditional. And this is from sort of a 25-year career of wandering around and looking at different training facilities in the UK, in Western Europe, and throughout the Middle East. And this is truly an impressive facility. Using this facility has been fantastic. The hosting has been wonderful. The actual infrastructure here is truly world class. And it's been very, very helpful to have it here and the support from the Egyptian police services. When we got here, it has been an amazing experience. From the time we got to the airport, it's absolutely an amazing establishment which Africa should benefit from.
هكذا فإن مصر تضع إمكاناتها التدريبية الأمنية لخدمة الدول الشقيقة والصديقة لدعم قدراتها الأمنية، وكذا إرساء دعائم السلم والأمن الدوليين، وهو الهدف من إنشاء المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام. إمكانات تدريبية كبيرة يتمتع بها المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام، والذي يشهد فعاليات تدريبية إقليمية ودولية للاستفادة من إمكاناته اللوجستية الكبيرة التي يتمتع بها في دعم السلم والأمن، ليس على المستوى الإفريقي فقط بل على المستوى الأممي والدولي. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.